رحنا لو كان كانوا دراري هنا راه يصبحوا ميتين. اش الساس ابراهيم؟ اش هادشي؟ هادشي هذا سيدي النهار الاول دارت لنا الجماعه هادشي قلنا لهم هادشي راه درتوا لنا واد غادي يدينا هنا. سي ابراهيم كيبان لي هالدار فاط فيها الواد الحار الما داك الما الخانز فرقع الروقارات وهزوا هاتا. شوف 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 هالروقارات ياما والمسؤولية تاعت من حنا والممثل اللي عيطنا ما بغاوش يجيو ما بغاو يجاوبو حتى واحد وقول للممثل راه الطريق سديناه ها نتوما الحاله نتوما تتشوفوا فيها راه مازال عند الجيران سادين عبد الميكات ومحولين ولادهم ويجيو يعيشوا معنا هاد الخمسة عشرة دقائق لا حول ولا قوه عشرة دقائق الدار كامل عامره سي ابراهيم كامل كامل انا تنشوف لو كان كانوا دريين لي صغيرين ومخليهم باو ومشى نح هادشي راه عمل صحيح قال لك درناه ليكم راه غرقوني خلنا دايرين عن دراما راه ضحكوا علينا لان كما كتشوفوا بعد ما شفنا هاد الكارثه هذه اللي واقعه بحي الزوادحه ديال ان الواد الحار يعني فاض عليهم الخنز فاض عليهم الخنز فشنا هي الرسالة اللي كتوجه المسؤولين السي إبراهيم من هذا المنبر هذا؟ الرسالة اللي تنوجه للمسؤولين وهما بغيناهم يجيو طلبناهم خمسة دقائق باش يجيو يعيشوا معنا هذه اللحظة هذه حتى واحد ما تسوقنا. تيتسوقونا في انتخابات فقط. فقط تيتسوقونا في انتخابات. وحنا راك شتي كل شيء وراه كل شيء صورتيه وراه كاع هاد هاد الجيران هادو راهم ضارين. راه مسادين عبد الميكا. راه كاين اللي ولادهم حولوا مع الجيران حلوا ليك تشوفوهم هنا. نعم. وراه عيطنا للجماعة قال لك اليوم راه عطلة واخا تغرقوا في الخنز راه ما على بالناش بكم. نعم. الأخ الكريم شنو يمكن لك تضيف على الشيء اللي قال السي إبراهيم؟ واش بغيت نقول؟ حنا راه حنا غارقين. رانا غارقين لحلالة حنا ولادنا. نعم. واش الخنز قتلنا ماشي هنا حنا تنسحب ما عرفت شنو حنا ما عرفنا منين حنا كاع الشاطي بكينا. تجينا نقعدوا هادو تنصيبوا الماء طلع علينا حنا لعندنا. حنا ما تنعرفوش انت مضرر. وترى الوقاية كتشد عليهم. جبنا الوقاية ووقحت من الدار. ماشي عاد درك راهم تي راك تيديروا في اللي بغاو راه جبنا الوقايه ودارت الموطور ودارت راه يومين وهي عنده السيد هذا الماء في القدرون لا حول ولا قوه بالله يعني المشكل باقي ما تحل ما تحل ما كاين حتى حاجه ما كنشوفوا في هذا الشيء احنا ما عرفناش اش غادي نديروا ما عرفناش اش غادي نديروا اليوم ربع ايام احنا غارقين في هذا المشكل نعم شكرا يا سيدي بارك الله خليها فوق صالح ابقى شاد دابا حتى قريب يدك بحال شوف حتى قريب جابونا الواد وحطوها لها عاطي من هاد الشهر جيبوه وعلى هاد الشهر جبنا ليهم وخاصة الزازولي يمشي لتحت فكنا المشكل راك شتي راه ما كاملناش حتى 50 متر ولستي قال لكم كي لا ما عطاش راه حنا غادي نجيبوه غنجيو نديرو هاد الواد وشوف اليوم دخلنا الواد شي الواد الحار خاصو يكون واد الحار هنا قال لك بلي نمشيو قلنا لهم ردوا بعدا الماء يهود لهم وما يبقوا من تما صافي القواد كاع بلوكي السلام عليكم السي عزيز العزي السي عزيز الوافي انت فاعل جمعوي وانت كتسكن بنفس الحي اللي واقع فيه هذا المشكل ديال الصرف الصحي ديال الواد الحار تخنق وماشي عاد تخنق بل رجع هذاك الواد الحار طلع حتى في الديور كما كتشوفوا راه الفيديو راه تقريبا راه واضح بلا ما نحتاج نهضر اشنو التعليق ديالك على هذه الكارثه هذه بسم الله الرحمن الرحيم اولا انا كنضامن مع الساكنين ديال الحي الزوادحه كنضامن معهم على هذه الكارثه اللي حلت بهم
ودابا حنا زرينا اتصالات ببعض المستشارين وبعض الاعضاء ديال المجلس الموسي دار زيدور، وقال لك باننا غادي نتصلوا بالرئيس لانه في الرباط، غنتصلوا به وغادي يكون شي حل ان شاء الله مستعجل. حنا غننتظروا داك التدخلات ديالهم، الا كانت في المستوى ان شاء الله حنا غادي نتفكوا المشكل، الا ما كانش حنا غادي نشوفوا الساكنه اي اجراء تاخذوا، حنا غنسيروهم ان شاء الله. لا ولكن السي عزيز ما كتلاحظش بان ثاني غادي يبقاو الناس يتسناو؟ راه هاد الريحه راه ماشي عاديه، راه ريحه كتسبب امراض، كتسبب كوارث الله يستر. فبحال المسؤولين راه الا جينا نهضروا في المنطقه راه خص يكون حل عاجل. انا معك في التوجه اللي قلتي بان خاص يكون حل مستعجل، لان ماشي شي مشكل كبير، مشكل بسيط ممكن يجيبوا خدام من الموقف لا شي حاجه ويديبانيو الناس يفكوا هذا المشكل ديال واد الحار. وحنا قلت لك مع الساكنه في اي اجراء دابا غننتظر واحد شويه، نعطي واحد المهله، لان تما طبيعه البشر. هضرنا مع المسؤولين قال لك راه السيد الرئيس في الرباط وراه غنتصلوا به وغادي التعليم هذيك الساعه التقنيين ودوك الخدامه ديال الانعاش الوطني، ديك الساعه غادي يجيو يشوفوا المشكل. حنا غنتسناو واحد نص ساعه ولا ساعه ولا جوج سوايع، الا فك المشكل مزيان، مفكوش المشكل راه غادي نشوفوا الساكنه بغات شي اجراء، بغات تمشي للدهار ولا بغات تحتج ولا اي حاجه، غنمشيو معاهم. شحال حنا جزء من الساكنه، حنا جزء من الساكنه. قول لي السي عزيز، علاش هاد المسؤولين النهار تيبغيو الناس يصوتوا، يبغيو هما اللي كيجيو عندهم يسولوا فيهم والى اخره، وفاش كيوقع شي مشكله ما تتبان حتى حاجه؟ كيفاش هذا الشيء؟ هذا ما فهمنا والو. هذا السؤال ممكن توجهوا للمسؤولين نفسهم، تواصل معهم بشكل مباشر. يعني على وجهه نظرك، يعني على الراي ديالك. انا غنعطيك الراي ديالي، هذا هو جزء من الراي ديالي، ان خاص هاد المستشارين وهاد المسؤولين تواصل معاهم، قول لهم علاش انتم كتبانوا في الانتخابات وملي كيبقى على مشكل كتبقاو تماطلوا، فهمت؟ ثم كاين جزء اخر هو ديال الساكنه تما راه تيختاروا تما واحد الناس دون كفاءه، واحد تيعشيه ولا كيدير معاه شي حاجه تافهه وتيمشي يصوت عليه. راه كاين جزء كيتحمل الساكنه لانه هو كيصوت على واحد الشخص لا علاقه، اذا الساكنه كتحمل مسؤوليه. ثم المسؤولين هادو خاصك ربما تواصل معاهم وما يعطوك وجهه النظر ديالهم، ربما تكون عندهم وجهه النظر يقول لك بان هذا مشكل تافه ماشي، فهمت؟ ربما هو يعطيك وجهه النظر ديالو المسؤول بصفه عامه كرئيس ولا كمثلا كنواب ديالو ولا كمستشارين. نعم. شكرا السعيد، بارك الله. بارك الله. السلام عليكم. انت سيدي من احد السكان اللي ساكنين في هذا الحي اللي فاض عليكم هذا الماء الخانز هذا ديال الواد الحار، واش ضررتوا من هذا الشيء اللي وقع؟ راه مضرين وعيني لا تحركونا والدراري صغار وطالع هذا الشيء، راه هذا الشيء نعمروا نديرهم قدام الجماعه. الا ما جاوش حيدوا علينا هذا الشيء، هذا خدموا هذا الشيء هما مغشوش، راه خاص القوات تصبط لهم لهذا الجيل تحت. على واش مغشوش هذا؟ واش الماء ما غاديش في الاتجاه ديال الصحيح؟ راه طالع علينا في الديور، راه طالع علينا في الديور، حنا ولادنا خرجناهم من الدار، خرجناهم وتحركونا حنا عينينا كاع غنعمى ولا حنا لا ولادنا، وعيطنا لهم قال لك خاصهم يجيو، خاصهم 24 على 24 يكونوا خدامين، ماشي يقول لي واحد الممثل ديالنا جا خلى الموت وجا. شكرا سيدي، بارك الله.